الحمد لله، اليوم انتهيت من تسليم مطبخ لأحد العملاء. الحمد لله، يعني كانت النتيجة جميلة جدا لك الحمد، صلى الله يبارك لهم. المطبخ 3 مستويات، مواصفات المطبخ: الخشب المستخدم تشيب بورد إيطالي من شركة سافيولا، مقاوم، نظام الفتح الأدرو بوش تو أوبن، والقطع هذه بلوم النمساوية، المفصلات هابلي الألمانية، النعلات أسفل الوحدات بي في سي مقاوم للسوائل إيطالي. دائما انا احرص ان استخدم القطع الاوروبيه الاصليه، لانها يعني حقيقه تعطي المطبخ جماليه زياده. النظام الادرج من بلوم النمساويه بوشت اوبن مع نظام الشفط. دائما ما نلجا للخيارات، وهذه سلات ايطاليه ايضا، ما نلجأ الخيارات الصيني إلا في حال إنه يعني ما كان موجود الخيار، مثل هذه سلة يعني تحطوا فيها بطاطس أو كذا، ما لقينا إن أفضل أنواع الصيني موجود في السوق سوفت كلوز، والحمد لله، صلى الله يبارك لهم إن شاء الله.